السلام عليكم باشمهندسين، ايه الاخبار؟ النهارده ان شاء الله هناخد اخر تجربه في الميه اللي هي التوتال سوليدز. التوتال سوليدز هي المواد الصلبه. المواد الصلبه عندنا مقسومه لحاجتين، حاجه اسمها توتال ديسولفد سوليد اللي هي تي دي اس، وحاجه اسمها توتال سسبندد سوليد اللي هي تي اس اس. طيب ايه الفرق بينهم يا باشمهندس؟ التوتال ديسولفد سوليدز دي حاجات وقعت جوه الميه ودابت فيها تماما، يعني لو عديناها من على فلتر هتنزل مع الميه عادي ومش هتتحجز على الفلتر. لكن السسبندد سوليد هي مواد موجوده جوه الميه بس معلقه، يعني موجوده لسه بشكلها ما دابتش في الميه. لو في فلتر او ورق ترشيح حطيناها عليها، السسبندد سوليدز هتتحجز فوق والبقيه الميه هتعدي تحت. يبقى ده الفرق بين التوتال ديسولفد سوليدز والتوتال سسبندد سوليدز. التي دي اس هي مواد صلبه ذائبه كليا في المياه ولا تحجز على الفلتر، لكن التوتال سسبندد سوليدز هي مواد صلبه معلقه في المياه وتحجز على سطح الفلتر. طيب احنا في اي تجربه زي ما احنا عارفين عايزين نعرف ايه؟ عايزين نعرف السورسز بتاعتنا، ايه السورسز بتاعت المواد الصلبه. ودي زي معظم الحاجات اللي بتسبب يعني مشاكل في الميه، اول حاجه فيهم ايه؟ الحيوانات والنباتات الميته اللي هي decaying plants and animals. يبقى اول حاجه في المصادر بتاعتنا بتاعت total solids الحيوانات الميته والنباتات. تاني حاجه اسمها ايه؟ اسمها البوتوم feeding fish، يعني الأسماك اللي موجودة جوه المسطحات المائية بتاعتنا دي اللي هي مصدر المية بتتغذى بتاكل. تغذية الأسماك دي بيعمل إيه؟ بيزود المواد الصلبة الموجودة في المية. يبقى أول حاجة النباتات والحيوانات الميتة، تاني حاجة bottom feeding fish اللي هي تغذية الأسماك. طيب الحاجة التالتة اسمها ايه؟ اسمها waste water and septic tank system effluent. ايه الكلام ده يا باشمهندس؟ دي انظمة لمعالجة مية الصرف. يعني واحنا بنعالج مية الصرف، ساعات جزء من المية اللي بعد المعالجة دي تخرج برة، والمية دي توصل فين؟ توصل للمسطحات المائية بتاعتنا اللي هو مصدر المية. ده بيعمل ايه يا باشمهندس؟ بيزود التوتال سوليدز اللي موجودة. يبقى تالت حاجة اللي هي waste water and septic tank system effluent اللي هو الخارج من أنظمة معالجة مياه الصرف زي السيبتك تانك. طيب الحاجة رقم أربعة اللي هي السويل إروجن اللي هو تآكل التربة. مسطح الماء بتاعنا على جانبينه في تربة، التربة دي ممكن يكون فيها نحر أو تآكل، بتوقع شوية من التربة جوه مصدر المياه بتاعنا. هيعمل إيه ده؟ هيزود التوتال سوليدز. يبقى رقم أربعة إيه؟ تآكل أو النحر الموجود في التربة. طيب آخر حاجة الأيربان ران أوف زي ما انت عارفها اللي هي ايه؟ جريان السطحي للمياه. في حبة مية موجودين على طريق، على اي حاجة، مطرة نزلت، الهواء زق المية دي، المية دي جريت لحد ما وصلت لفين؟ لمصدر المية بتاعنا. محملة بقى بأتربة، حاجات بلاستيك، اي حاجة، بقايا اي حاجة موجودة في الشارع بتاعنا نزلت جوه مصدر المية، عملت ايه؟ زودت التوتال سوليدز. يبقى اخر حاجة الاربان ران اوف هو الجريان السطحي في المناطق الحضرية. يبقى احنا عرفنا كده تعريف التوتال ديسولفد وسسبندد سوليد والفرق بينهم، وعرفنا السورسز بتاعتهم، مصادر اللي بتزود التوتال سوليدز في الميه. طيب بتعمل ايه التوتال سوليدز دي بقى؟ عايزين نعرف الافكت بتاعها، تاثير التوتال سوليدز. هم كلام كتير كده موجود بالانجلش عندك، بس انا هلخصه لك بسرعه في كام نقطه عشان نقدر نكتبهم بسهوله. اول حاجه عايز اقولها لك ان رقم واحد، المواد الصلبه اللي موجوده او الدايبه جوه الميه ساعات بيكون فيها ايه؟ غازات، مواد عضويه. الكلام ده بيعمل ايه يا باشمهندس؟ بيخلي لون الميه وطعمها وريحتها متغير، مش عاجبنا، غير مقبول. يبقى اول حاجه في تاثير التوتال سوليدز ان المواد الصلبه الذائبه زي الغازات والمواد العضويه تسبب لون وطعم وريحة غير مقبولة. يبقى ده أول حاجة في إيه؟ في الإفكت بتاعنا أو تأثير المواد الصلبة. طيب تاني حاجة، المياه اللي فيها مواد صلبة عالقة كتيرة قوي، أكتر من 300 ميلي جرام لكل لتر،
تؤثر على الحياة المائية، تهدد الحياة المائية، بتخليها مش مظبوطة، مش الكائنات الحية اللي موجودة جوه المية مش عارفة تعيش بطريقة صح. يبقى تاني حاجة في الإفكت بتاعنا، المياه التي تحتوي على مواد علقة أكثر من 300 ميلي جرام لكل لتر تؤثر على الحياة المائية. طيب إيه كمان؟ تالت حاجة، دلوقتي في مواد موجودة جوه المية ممكن يتغير، تعمل نشاط بيولوجي، يعني يحصل فيها تفاعلات، والتفاعلات دي ممكن بيكون عندها فيها بكتيريا. البكتيريا دي بتعمل ايه؟ بتسبب لنا الأمراض لو استخدمنا المية دي. يبقى تالت حاجة، المواد العالقة اللي هي suspended solids التي لها نشاط بيولوجي، يعني ممكن يحصل فيها تفاعلات تسبب الأمراض، تحتوي على بكتيريا وتسبب الأمراض. يبقى المواد العالقة التي لها نشاط بيولوجي وتحتوي على البكتيريا تسبب الأمراض. طيب ايه كمان يا باشمهندس من تأثير التوتال سوليدز؟ ان السسبندد سوليدز اللي موجودة دي او المواد العالقة اللي موجودة في المية دي، لو في ضوء الشمس ودي سسبندد سوليد كتيرة، ايه اللي هيحصل؟ هتمنع وصول ضوء الشمس للكائنات او النباتات اللي موجودة داخل المصدر المية بتاعي او المسطح المائي بتاعي. يبقى المواد العالقة اللي هي suspended solids تحجب او تمنع وصول الضوء الذي يقلل، طبعا الضوء ده لو اتمنع هيعمل ايه؟ هيأثر على نمو النباتات والكائنات الحية. يبقى المواد العالقة تحجب الضوء وبالتالي تقلل او تؤثر على نمو النباتات وعلى الحياة المائية. يبقى اللي احنا قلناه ده يا باشمهندس، ده تأثير التوتال سوليدز اللي موجودة في المية، لو زادت هيحصل ايه؟ هيحصل الاربع حاجات اللي احنا قلناهم دول. طيب عايزين نعرف ايه بقى؟ عايزين نعرف يا باشمهندس واحنا بنعمل التجربة دي محتاجين ايه عشان نعمل تجربة التوتال سوليدز suspended ديسولف. يبقى ايه الماتيريالز اللي احنا محتاجينها عشان نعمل تجربة؟ احنا عارفين ان احنا مش هيقعد يسألنا يقول لنا قولي تجربة التوتال سوليدز على طول، لا ده ممكن يسألك في حتة واحدة بس، يقولك قولي الماتيريالز، قولي السورسز، قولي البروسيدور اللي هو ايه، اللي هو خطوات التجربة، هيقولك حاجة صغيرة فيها انت لازم تكون مذاكر كل الكلام ده وفاهم طبعا انت هتكتب ايه فين. الماتيريالز بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، اول حاجة محتاجين ايه؟ محتاجين يا باشمهندس حاجة اسمها evaporating dish اللي هو طبق تبخير. الطبق ده نقدر ندخله جوه الفرن عند درجة حرارة عالية عشان نجفف العينة بتاعتنا او نبخر المية اللي موجودة فيها. تاني حاجة محتاجين ووتر باس اللي هو ايه يا باشمهندس؟ اللي هو حمام بخار او حمام، يعني حاجة عشان نغسل بيها الادوات بتاعتنا او الفلتر بتاعنا او الطبق بتاعنا، بحيث انه ما يكونش فيه اي مواد علقة تزود نسبة الموجودة في المية. يبقى اول حاجة evaporating dish اللي هو طبق تبخير، تاني حاجة water pass اللي هو حمام بخار، تالت حاجة oven اللي هو ايه؟ فرن، عشان نحط فيه العينات بتاعتنا عند درجة حرارة معينة عشان نقدر نحدد السوليدز اللي موجودة عندنا. رابع حاجة محتاجينها حاجة اسمها analytical balance اللي هو ايه؟ اللي هو الميزان، عشان نوزن العينات بتاعتنا قبل التجفيف وبعد التجفيف، وبالتالي نقدر نحدد وزن المتبقي من العينة. محتاجين كمان حاجة اسمها فلتر بيبر، ورق الترشيح، عشان نحجز عليها المواد الصلبة العالقة اللي هي ايه؟ اللي هي suspended solids. اخر حاجة محتاجينها vacuum pump اللي هي مضخة سحب، هي مضخة كده نسحب بيها المية عشان ناخد الكمية اللي احنا عايزينها. يبقى ايه دول يا باشمهندس؟ دول الماتيريال اللي انت محتاجها عشان تعمل تجربة التوتال سوليدز. طيب واحنا بنعمل التجربة يا باشمهندس في شوية احتياطات محتاج تاخد بالك منها، يعني وانت بتعملها ما تغلطش الغلطات دي او ما تعملش الحاجات دي عشان ما تأثر لكش على نتيجة التجربة بتاعتي. اول حاجة محتاج تعرفها ان في عينات من المية فيها تركيز عالي من الكالسيوم والمغنيسيوم والكلورايد. العينات المية اللي فيها التركيز العالي دي تقدر تاخد الرطوبة او تسحب الرطوبة من الجو، فانا عشان كده لازم لما اخد العينة بتاعتي اقفلها واخدها في ازازة مقفولة كويس، وكمان اعمل الاختبار بتاعي او اقيس التجربة بتاعتي على طول، اقدر يعني اسرع وقت اقدر اخده بعد العينة عشان ما تمتصش الرطوبة من الجو. يبقى العينات التي تحتوي على تركيزات عالية
من الكالسيوم أو المغنيسيوم تمتص الرطوبة من الهواء بسرعة، لذلك يجب حفظ العينة في إناء محكم الغلق. عايز أقفل العينة كويس، ويتم عمل التجربة في أسرع وقت بعد أخذ العينة. هاخد العينة أعمل التجربة على طول عشان ما تغيرش في درجة الرطوبة بتاعتها. طيب إيه كمان يا باشمهندس؟ لازم أخد بالي إن وأنا باخد العينة ما أخدش أي حبة مية كده وخلاص، لأ أنا لازم حجم ثابت من العينة بتاعتي عشان أنا في الآخر هقسم على حجم العينة ده. يبقى إيه؟ يجب أخذ حجم ثابت من العينة بيتراوح من 100 ل 200 ملي جرام، يعني ما أخدش أي حبة مية كده وخلاص، لأ أنا لازم أخد حجم ثابت. يبقى تاني حاجة في الاحتياطات، يجب أخذ حجم ثابت من العينة بيتراوح من كام لكام؟ من 100 ل 200 ملي جرام. طيب تالت حاجة محتاجة أعرفها في الخطوات بتاعتي إيه؟ إن العينات بتاعتي اللي بتحتوي على بيكربونات، تركيز عالي من البيكربونات، لازم تتجفف عند درجة حرارة 180. يبقى لو أنا باخد عينة وعارف إن العينة دي فيها تركيز عالي من البيكربونات، لازم إيه؟ لازم أعمل لها تجفيف عند درجة حرارة كام؟ 180. درجة حرارة أعلى بيحتاج تجفيف أكتر عند درجة حرارة 180. يبقى آخر حاجة في الاحتياطات بتاعتي، العينات التي تحتوي على تركيز عالي من البيكربونات تحتاج تجفيف إضافي عند درجة حرارة كام؟ 180. طيب خلصنا كل الكلام اللي فوق ده، بقى محتاجين ندخل في ايه؟ في خطوات التجربة. وخطوات التجربة زي ما احنا متفقين متقسمة عندي لحاجتين، هنعمل الديسولفد سوليدز لوحدها والسسبندد سوليدز لوحدها. فاول حاجة لو عايزين نعرف او نقيس التوتال ديسولفد سوليدز هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعملها في الديسولفد سوليد هنستخدم الايفابوريتنج ديش اللي هو ايه؟ طبق التبخير. اول حاجه يا باشمهندس لازم نغسل الطبق ده كويس جدا عشان ما يكونش فيه اي حاجه تزود من التوتال سوليدز بتاعتنا. يبقى اول خطوه عندنا يتم غسل طبق التبخير بين قوسين اللي هو الايفابوريتنج ديش باستخدام ماء مقطر عشان ما يكونش هو اصلا مش نظيف فيزود لي التوتال سوليدز في العين. طيب تاني حاجه عايزه اعملها ايه؟ انا غسلت الطبق ففي شويه ميه موجودين، لا انا مش عايزه كده، انا عايزه اجفف الطبق ده. يبقى يتم تجفيف الايفابوريتنج ديش جيدا. غسلنا الطبق وجففناه، الخطوه اللي بعدها ايه؟ يتم احضار عينه من المياه ذات حجم معين، احنا اتفقنا لازم العينه بتاعتي تكون حجمها معلوم عشان هقسم عليه في الاخر اللي هو من 100 ل 200. واخد العينه دي يا باشمهندس وعديها من على فلتر. عديها من على فلتر ليه؟ عشان احجز المواد الصلبه العالقه ويتبقى لي الميه اللي هتنزل تحت من الفلتر بس، الميه والمواد الصلبه الزائبه اللي هي ديسولفد سوليدز. يبقى يتم احضار عينه معلومه الحجم من المياه ونضعها على فلتر، ثم نأخذ المياه المارة من الفلتر. هي دي بقى المياه اللي فيها ايه؟ اللي فيها ديسولفد سوليدز بس، لان احنا حجزنا خلاص سسبندد سوليدز فوق. خدنا بقى المياه اللي نازله من الفلتر دي، يبقى يتم وضع المياه الخارجة من الفلتر معلش بس يا باشمهندس نسيت اقولك في الخطوة اللي فوق ان احنا لما جففنا الطبق هنعمل ايه؟ هنوزنه، عايزين نوزن الطبق وهو فاضي تمام؟ واسمه ايه؟ هنسميه W1. يبقى في الخطوة اللي فوق لما بعد ما غسلنا طبق اللي هو الايفابوريتنج ديش وجففناه هنوزنه، والوزن بتاعنا ده هيبقى اسمه ايه؟ W1. بعد كده عدينا المية من على فلتر، يبقى يتم اخذ عينة من المياه ووضعها على الفلتر
واغزي المياه المره من الفلتر، الميه بعد ما اتفلترت وحجزنا السسبندد سوليدز ووضعها على ايه في الايفابوريتنج ديش. وخدنا كل ده بقى الايفابوريتنج ديش ده وحطيناه جوه فرن عند درجه حراره 180 عشان نجفف العينه خالص، ويبقى لنا بس الديسولفد سوليدز. يبقى الخطوه دي تاني عشان ما يتلخبطش، يتم اخذ عينه من المياه ووضعها على فلتر لحجز المواد الصلبه المعلقه، ثم اخذ المياه المره من الفلتر ووضعها في الايفابوريتنج ديش اللي هو طبق التبخير، وادخله في فرن عند درجه حراره 180. خرجنا بقى العينة دي بعد درجة حرارة 180 وبردناها، ووزننا الطبق باللي اتبقى فيه اللي هو ايه الديسولفد سوليد. دلوقتي المية اتبخرت كلها واتبقى الطبق بس، وفي حبة حاجات صغيرة كده اللي هي ايه الديسولفد سوليدز اللي موجودة. وزننا بقى الكلام ده الطبق بالديسولفد سوليد وسميناه ايه، سميناه W2. يبقى W1 كان ايه، كان وزن الطبق فارغا، W2 هو وزن الطبق زائد المتبقي من العينة بعد ادخالها في فرن عند درجة حرارة 180. نقدر كده بقى نحسب بتاع الديسولفد سوليدز بتاعتنا TDS بالقانون اللي موجود تحت ده. شايفوا TDS W اللي احنا حسبناها اللي هي ايه، W2 ناقص W1، W2 ناقص W1 اللي هو W2 وزن الطبق زائد المتبقي من العينة بعد التجفيف، W1 وزن الطبق فارغا، هنطرحهم من بعض يطلع لنا W ده في 1000 على حجم العينة. واحنا متفقين ايه، ان لازم تكون عينة معلومة الحجم. هتكتب له بس القانون ده تقدر تحسب منه ايه TDS. في مشكلة في الكلام ده يا باشمهندسين؟ تمام. يبقى احنا كده خلصنا التوتال ديسولفد سوليد. التوتال سسبندد سوليدز اسهل بكتير بقى، مجرد ان احنا هنعدي العينه من على فلتر يحجز السسبندد سوليدز، نحسب الوزن بتاعنا المتبقي على طول. يبقى هنبدا دلوقتي في ايه، اختبار التوتال سسبندد سوليدز. اول خطوه فيه يتم احضار ورقه ترشيح اللي هي ايه، فلتر بيبر او فلتريشن بيبر، ولازم اعرف الورقه دي وزنها كام. زي ما وزننا الطبق فاضي في اللي فاتت، لازم نوزن ورقة الترشيح فاضية. يبقى أول خطوة بتاعتنا يتم إحضار ورقة الترشيح اللي هي filtration paper ووزنها، وزنها ده يبقى اسمه إيه، اسمه W1. تاني خطوة يتم إدخال ورقة الترشيح، وضع عليها عينة من المياه، يتم وضع عينة من المياه على ورقة الترشيح حتى تحجز المواد الصلبة المعلقة اللي هي suspended solids. يبقى ايه اللي هيحصل، جبنا ورقة ترشيح صبينا عليها المية، المواد الصلبة العالقة اتحجزت فوق والمية نزلت من تحت. في مشكلة في ده، خدنا احنا بقى المواد الصلبة اللي اتحجزت فوق دي اللي موجودة على ورقة الترشيح ووزناها تاني. يبقى هنعمل ايه، يتم وزن ورقة الترشيح زائد المواد المتبقية عليها بعد التكفيف عند درجة حرارة من 103 ل 105. يبقى في مشكلة لحد هنا، عملنا ايه، جبنا ورقة ترشيح صبينا عليها حبة مية، العينة بتاعتي المية نزلت من تحت والمواد الصلبة فوق، بس في شوية مية اتبقوا ما نزلوش يعني لسه رطبة. فخدنا ورقة الترشيح دي حطيناها في فرن عند درجة حرارة من 103 ل 105، طلعناها من الفرن ده وزناها، طلعنا ايه، طلعنا W2. بنفس الطريقة W2 ناقص W1 جبنا وزن المتبقي من السسبندد سوليدز او التبقي من العينة. يبقى هننزل نفس القانون تحت كده، عشان نجيب السسبندد سوليد هنجيب W، W دي اللي هي ايه، W2 ناقص W1 في 1000 على حجم العينة اللي لازم يكون ثابت من 100 ل 200. جبنا ايه، جبنا التوتال سسبندد سوليد.
لو في مشكلة في أي حاجة أو حد مش فاهم أي حاجة ممكن يسألني أو يسأل أي حد من الدكاترة أو المعيدين. كده التجربة خلصت يا باشمهندسين، شكرا.